السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الترايزول، وتحديدا الأربعة أمينو خمسة سبستيوتد فينايل أربعة إتش واحد واثنين وأربعة ترايزول ثلاثة سيوز ريفيتس، وهو بيستخدم أنتي فانجل. ده الجروب بتاعنا. الانترودكشن: الترايزول اتصنع من قرون، ولكن مازال بيجذب انتباه العديد من الكيميائيين والبيولوجيين والمتخصصين، وحاليا للعديد من الاستخدامات. يستخدم كأنتي فيرال، أنتي فانجل، أنتي انفلاماتوري، أنتي كانسر، للعديد من الاستخدامات. علشان كده هنتكلم عنه بشيء من التفصيل في البرزنتيشن بتاعتنا النهاردة إن شاء الله. The skin. أول حاجة بستخدم اثنين جزء من الهيدرازين هيدرايد. الهيدرازين بيبدأ يعمل أتاك على الكربون بتاعت الكربون داي سلفايد، في كل مرة بيطلع جزء مية عشان يكون المركب ده اللي بنسميه السايوكربو هيدرازين. بفعله كمان مع أسيد عشان يكون لي المركب ده. الأسيد هنا دوره يعمل سايكلايزيشن. بعدين المركب ده بفعله مع الدهايد. المركب بيحتوي على أمينو جروب طرفية. الأمينو جروب بتبدأ تعمل أتاك على الكربونيل بتاعة الألدهايد عشان يديني المركب ده اللي بسميه الشيف بيز ريفيتيف. الشيف بيز ريفيتيف تحتوي على أمينو جروب هنا. ببدأ أفعله مع فورمالدهايد. فالأمينو جروب تعمل أتاك على الكربونيل بتاعة الفورمالدهايد، وكمان الأمينو جروب دي تبدأ تعمل أتاك على نفس الكربونيل عشان يكون لي البرودكت ده. من خلال التفاعل ده بسميه المانش رياكشن. ماتيريال اند ميثود. في الأول هنعمل سنسس للسايوكربوهيدرازين. أول حاجة باخد واحد مول من الهيدرازين هيدرايد، واتنين من عشرة مول من الكربون دايسلفايد في راوند فلاسك. بحاول أحافظ على درجة الحرارة تكون في حدود 10 سلسيوس. بعدين برفع درجة الحرارة تدريجيا لخمسة وتمانين لمدة ساعة ونص. بعدين ببرد لحد 10 وبفلتر وباخد الراسب. دلوقتي هنعمل سنتس الأربعة أمينو خمسة سبستيتيوتد فينايل أربعة اتش اتنين واحد واتنين وأربعة ترايزول ثلاثة سيو. فراوند فلاسك هحط الميكشر من سبستيتيوتد بنزويك أسيد والسايوكربوهيدرازين. هسخن لحد ما يحصل ملتد. بعدين هضيف الصوديوم بايكربونيت سوليوشن عشان يعمل نيترالايزيشن للكربوكسيليك أسيد. بعدين بفلتر وبجمع الرسم. General procedure for derivative regulation containing chiefs. From the flask حط أمينو مركبتن ترايزول in methanol. كمان هحط equimolar amount of corresponding substituted benzyl dihydride. هحط من 3 ل 4 drops of sulfuric acid. هستخدم الريفلوكس من ساعتين لثلاث ساعات في درجة حرارة من 70 لـ80. بعدين هبرد وفلتر. General procedure for preparation of managed base. From the flask هدوب الشيف بيز في ميكشر من الإيثانول والجي ام اس، وهضيف الفورمالدهايد. بعدين هضيف primary or secondary amine. بعدين هعمل ستيرينج من ساعتين لثلاث ساعات في درجة حرارة الغرفة. بعدين هعمل filtration wash with cold ethanol recrystallization. البيولوجيكال ايفالويشن. هنا بنعمل حاجة اسمها تيوب ديليوشن اور تربيديتي ميثود عشان نتأكد ان الترايزول ده لي انتي فانجل اكتيفيتي. وده جدول باسماء الفانجس اللي اتعملت عليها من التجربة. التيوب ديليوشن اور تربيديتي ميثود الغرض منها اول حاجة ان انا بعين السنسيتيفيتي بتاعت الاورجانيزم للانتيبيوتيك او الانتي فانجل ده. تاني حاجة بعين المينيمال انهيباتوري كونسنتريشن، وده اقل تركيز من الانتيبيوتيك عشان يمنع نمو الاورجانيزم. من خلال الحاجتين دول بيقدر الطبيب المختص ان هو يصرف العلاج المناسب. اخر حاجة معانا النهاردة هي الريفرنس.
وشكرا.